مين يصدق يا جماعة إنه ضغطة زر على شاشة جوالك ممكن تكون سبب في إنك تصبح رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ الأمر أبسط مما تتخيل، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اللي في يدي هذا عبارة عن سند قبض كفالة يتيم لمدة سنة كاملة دفعها أحد فاعلي الخير ورفض إنه يذكر اسمه، ونواها عن نفسه وعن كل من ينشر هذه السنابات أو هذا الإعلان الخاص بمشروع كفالة الأيتام بجمعية البر الخيرية بثول. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وفاعل الخير من رفقاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة.